لما تخرجت من الثانوية آخر أسبوع زارنا وفد من كلية البترول والمعادن اللي الآن جامعة الملك فهد البترول والمعادن. الآن أتذكر الموقع في حوش المدرسة شوي مظلم، أعطونا بعض الأسئلة وكانت عندهم صلاحية القبول، ما هم في الآن ترجع وتشوف، فأعطونا قبول. وبنفس الوقت تذكرة السفر للظهران، حتى أذكر من كان فيه بعنيزة مطار والطائرة كونفير مراوح، والله ما أدري مراوح أو نفاث، لكن كانت أول مرة ركب الطائرة وشيء. ونزلنا الظهران، استقبلنا شخص اسمه العم سيف الله يرحمه، كان هو المسؤول عن سكن الطلاب، عرفنا وين نسكن، نسكن في ما تسمى لاينات أو باركس اللي تركتها أرامكو كانت تسكن فيها عمالها، حولت إلى مساكن للطلاب. أجده كان سكن جميل جدا، كان من حجر، كان فيه مكيف، كان فيه أيضا كنا أول تجربة لنا في مطعم الجامعة نجد أكل غير مألوف ولذيذ وجميل. كنا نجد البانكيك الصباح، كنا نجد ساندوتشات ملفوفة بورق، وكنا نحتار هل الورق يؤكل أو تأكل الساندوتش. أيضا كنا نأخذ قهوة بالحليب، وهذه ما أخذناها سابقا، في كأسات ورق، وكنا أيضا نحتار هل نرجع الكاس ولا نرميه. يعني أذكر لما طلعت للرياض من أبها كنا نشوف البيتزا أنا والزملاء، فلما شفناها قدمها لنا أحد الكبار في الرياض في السن اللي سبقونا، فلما قدم لنا البيتزا ننظر في بعض كيف نأكلها، لا ندري هل هي تؤكل باليد هل هي ماذا. فأخيراً أحد الزملاء راح وأخذ باليد يأخذ من على هذه. فهذه من المواقف اللي استقرت في الذاكرة. كانت أيضاً تجربة ثمينة جداً، لأنه تعرفت على زملاء من أنحاء المملكة. أول ما دخلنا الأسبوع الأول كان ما يسمى امتحان تحديد المستوى، فأخذنا الامتحان اللي هو يركز على اللغة الإنجليزية والرياضيات. اليوم التالي وضعت النتائج، أنا ما وجدت اسمي، فالحقيقة كانت لحظات سيئة، لأني فسرتها أنه ما نجحت، ما عندي ولا حتى فصل يضعوني فيه. كان معنا في امتحان القبول في عنيزة الأستاذ عادل مترجم، فدورت عليه قلت أستاذ عادل أنا ما شفت اسمي، يعني ما تبغوني خلاص؟ قال لا يا شيخ أحسن، أنت نتيجة امتحانك تأهلك أنك تروح للسنة الجامعية الأولى مباشرة. بس أنا صار عندي شوي تخوف، ما أعرف هل أنا أكون وجماعتي في السنة التحضير. قال لا ما يهمك، الأمر بسيط، جرب السنة الجامعية الأولى. مشيت الحمد لله وفرت على نفسك سنة، ما مشيت أعطيك واحد من السكشنز اللي يناسبك. ولله الحمد دخلت ولا وجدت صعوبة، والكيمياء بالذات أخذت كيمياء 101 و102 كيمياء عامة، أحببت الكيمياء، فأخذت كيمياء 201 و202 اللي هي ما هي الكيمياء العامة، اسمها الكيمياء العضوية، وعملت طيب فيها، جبت إيس. لكن في آخر معمل أنبوبة الاختبار انكسرت، سببت لي جرح عميق. الأستاذ برزناسكي أخذني بسيارته إلى مستشفى الشرق، وهو ما هو بعيد عن الجامعة، وضعوا لي 4 غرزات. وإحنا راجعين قلت له دكتور برزناسكي أنا ما أبغى كيمياء، لا عملت طيب جبت، أبدا أبغى تخصص ما فيه معمل، وخصوصا السجاجيات. بعدين التخصص المناسب كان ذيك الأيام قسم هندسة النظم اللي يدرس رياضيات بتركيز قوي وحاسب آلي، فرحت لهندسة النظم. فهذا من الوقائع اللي لا حول لي فيها ولا قوة، جاني جرح وغيرت تخصصي.